بتشهد الفترة الحالية حركة نشطة جدا لإتمام مراحل التنفيذ في المتحف المصري الكبير طبقا للجدول الزمني حتى لا نتأخر عن موعد افتتاحه وهو شهر يونيو 2011. هذا الزخم اللي بتشارك في تنفيذه أو في خلقه عناصر كثيرة، تبدأ من المصممين، فريق التصميم الأجنبي اللي هو متشكل من 14 شركة تحالفت مع بعضها برئاسة المصمم الأول للمشروع الذي فاز بالمسابقة، بالاشتراك مع المهندسين المعماريين المصريين وشركات التنفيذ اللي هي متولية حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع. المرحلة الأولى من المشروع تمت بالفعل، وهو إعداد الموقع وجعله صالح لبداية البناء. اتناشر معمل ترميم آثار بينشأ داخل هذا المتحف، يعني معمل للحجارة ومعمل للخشب ومعمل للنسجيات الأقمشة، معمل للبردي، معمل لكل هذه المعامل متخصصة في ترميم هذه القطع الأثرية. إذا كنا احنا ماشيين بهذا الشكل، هناك ايضا احتياجات للتدريب، تدريب العماله، هناك احتياجات لجمع اموال، لان احنا عندنا 300 مليون دولار قلنا من اليابان كقرض ميسر جدا ب 1.5% يتسدد على 30 سنه، منها 10 سنين فتره سماح. في عندنا 100 مليون دولار من ميزانيه المجلس الاعلى للاثار في صندوق تنفيذ المشروعات الاثريه، وده بيتسدد على 100 مليون بيسددوا على 4 سنوات القادمه، وبدانا الصرف منها فعلا بالفعل. الفاضل 150 مليون دولار اللي هي التبرعات والمساهمات الدوليه التي ستكمل ميزانيه هذا المشروع اللي هي 550 مليون دولار امريكي. النهاردة احنا بنعمل اجتماع ورشة عمل مع فريق التصميم الدولي اللي قام بيقوم حاليا بتصميمات التفصيلية للمشروع المتحف المصري الكبير. الفريق التصميم الدولي ده عبارة عن 14 مكتب استشاري من 6 دول بما فيهم مصر. احنا بنعقد اجتماعات دورية بنسميها ورش عمل لمراجعة جميع تفاصيل تصميم المشروع. المبنى نفسه، المبنى المتحف الرئيسي، هو حوالي 120 ألف متر مربع. الواجهة اللي بتطل على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بطول 800 متر وبارتفاع 45 متر كويس، وهي معمولة من الحجر الطبيعي الشفاف، حجر الأونيكس. وحاليا برضو احنا بنعمل اختبارات على اختيار نوع الحجر المناسب لتكسية هذه الواجهة، لأن واجهة المشروع نفسها اللي هي بطول 800 متر وارتفاع حوالي 45 متر، يعني متوسط 24 ألف متر مسطح، هتكسى تماما بالحجر الشفاف علشان تسمح بنفاذية الضوء من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، لأن السطح دون اللي هو معمول من الحجر هو سطح من الضوء على أساس إن هو بيعمل توجيه تام ناحية الهرم خوفو. الأحجار بيتم دلوقتي اختيارها من 4 دول، من أسبانيا ومن تركيا ومن اليونان ومن مصر، وبنعمل اختبارات دقيقة جدا على اختيار نوع الحجر ده. حاليا بتجرى في انجلترا في معامل متخصصة، انشئ معمل خصيصا لاختبار الحجر اللي هو بنشوف الحجر ده لو استمر في الواقع المناخ بتاع مصر ازاي هيتأثر بالعوامل الجوية.